تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله برقية تعزية ومواساة من صاحبة الجلالة من صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية ورئيسة الكومنولث وذلك في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله وأعربت جلالة الملكة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجلالة الملك المفدى بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله